واحدة تو تسألني بسناب تقول لي كيف أسوي بصل مقلي، بصل يطلع زي الشبس. حلو، كيف؟ كيف؟ تحطي زيت غزير، أول شيء ما تحطي عليه ملح، الملح حيطلع مويه وحيذبل. صحيح. تحطي زيت غزير وتحركيه زي الشبس طول الوقت، حركي 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 حركي، حيصير معاكي بصل مقرمش يطلع كرنشي. كرانشي. يعني أنا أعطيك تكنيك، يعني اي مو أعطيكي طبخة وصفة كاملة، وطبخة. صحيح. صعب لأنه عرفتي